سائلة تسأل تقول: إن مشكلتي تتمثل في أني كثيرة الشكوك والوسوسة في الصلاة والطهارة وسائر نواحي العبادات، فبماذا تنصحني جزاكم الله خيرا؟ الشكوك والوساوس لا تؤثر والحمد لله. عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فمجرد الوسواس في القلب أو الشكوك في القلب هذه لا تؤثر، وعليك بالمضي في العبادة، الوضوء، الصلاة وغير ذلك من العبادات، عليك بالمضي ولا تلتفت إلى الوساوس ولا إلى الشكوك، ولا تضرك بإذن الله، لا تضرك الوساوس ولا الشكوك، عليك بالمضي في عبادتك، فهذا يقطعها عنك. إذا لم تلتفت إليها ولم تهتم بها فإنها تنقطع عنك بإذن الله. وكذلك تستعيذ بالله، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الوساوس وهذه الشكوك من الشيطان، فأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولذلك شرع الله للمصلي إذا أتى بالاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من أجل أن يمنعه الله منك فلا يوسوس لك في صلاتك. نعم.